ده كوبري بنسميه كوبري ومن فوق الجون لوب لما تشمسه لوب تشميسه لوب كده مزاج كده تعد مزاجه لوب كده من فوق الجون ممكن بقى تلمه فاهم اللي هو تعمل كده لمه كده قوم يقع الفرش دي تلمه عندنا في مصر في ايه كمان يا ابو كريدي لما 1 2 كده ولعيب في النص تقسم عليه تظبطه كده تقسم عليه ترقصه مش ترقصه كده لا ترقصه اللي هو ايه يعني محاوره يعني تحاور بس ومنورين مصر والله ده بينالتي بس يعني بلانتي يعني بلانتي بالنطق ده كده بلانتي وتيجي جون بيلن اركن بيلن بالظبط ايه كمان عايز تعرف ايه كمان قول لي بس ده الفل هو ده اللي هيتقنر وجون بقى عادي زي الباقي بس والعب يا راجل مش عارف ايه وهتلاقي شتايم كتير بس يعني حاولوا يعني منتج يعني منتج يا باولو يعني فاهم كده يعني بس يلا شو هي المصطلحات الكرويه اللي عندكم في مصر في المغرب عندها هي الكره مرت من هناك تسمى بيضه وعندكم في مصر شنو هي كوبري يعني كوبري وصلاح يدخل 3 كوبري النهارده وشنو المصطلحات الاخرى اللي كاينه مقص مثلا دي الكره اللي فوق على اليمين